ومفيش اي حاجه في الجرامر، جت كله معظمه كان كلمات، وكلمات كمان يعني معظمها مش في المنهج، كانوا معتمدين على اولى ثانوي وثانيه ثانوي، وضيعوا علينا بصراحه مجهود سنه كامله بناخد في دروس وبزف، ضيعوا علينا في مجرد امتحان كده، ضيعوا مجهود علينا وضيعوا علينا كليات كما كنا بنتمنى ان احنا ندخلها، ضيعوها علينا. يعني مش عارفه ايه اللي بيحصل ده. وزير زف اسئله زف